ملتقى مرموشة للثقافة والتراث والإبداع الأمازيغي الذي نظمته جمعية إيزوران بشراكة مع مجلس جهات فاس مكناس والمجلس الجماعي لإيموزان مرموشة، جاء في واحد الظرفية استثنائية كما يعلم الجميع. هذه الظرفية اللي كيمر منها العالم، ألا وهي وباء كورونا كوفيد 19. طبيعة الحال خلينا جميع التدابير الاحترازية باحترام البروتوكول الصحي حتى يمر هذا اللقاء بسلام. كذلك هذا اللقاء عرف مجموعة من الفقرات، أهمها ندوة كبرى ذات أربع محاور. أولها التحولات الكبرى التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، وكذلك موضوع ديال الكركرات الذي انتصر فيه المغرب بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله. ثم كذلك هذا اللقاء هذا عرف مجموعة من التكريمات بعض الفنانة اللي بسموا البصمة ديالهم على الصعيد الحق الأمازيغي في يعني على الصعيد الوطني، ما امثال حسين بومية وكذلك حمامة. كذلك هذا اللقاء هذا عرف واحد الزيارة ديال المتحف ديال المقاومة للحضور الكريم، استحضر ايام المقاومه للشهداء ديالنا قاوموا من اجل هذا الوطن العزيز. ثم ما غفلناش واحد النقطه، وهو من اجل تشجيع بعض التعاونيات يعني اللي جاو من نفس المنطقه ديال ايموزا مرموشة اللي عرضوا المنتوج ديالهم، اللي الكل يعني استحسن بما تسخروا به هذه المنطقه من نسيج استحسنه الجميع. كذلك عرف المعرض ديال التحف الامازيغيه. ما نغفلش انني بغي نوصل تشكرات ديالي للسلطات المحليه اللي ساعدونا اننا باش يكون هذا اللقاء الثقافي يعني يمر في جو ممتاز. وكذلك الشكر موصول لكل الشركاء والمتعاونين، جهات فاس مكناس، المجلس الجماعي وبعض الجمعيات ذات الاهداف المشتركه. اتمنى اننا دوزنا هذا الملتقى، يعني نكونوا رضينا الحضور. نتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ان النسخه الرابعه تكون احسن بكثير. كان اليوم رائع جدا، وكنشكر السي الحسين ليساور الرئيس ديال الجمعيه على هذا الملتقى اللي كانت دائما كتشتاق ليه البلده وكتشتاق ليه ايموزا مرموشة. كنشكروا بزاف على هذا الملتقى الجميل وهذا الملتقى اللي دار واخا في هذه الظروف نتاع كوفيد وهذه الظروف نتاع الظروف اللي ما كتسمحش لينا اننا نكونوا مجموعين ونتلاقاو مع الحباب. كنشكروا بزاف على هذا الملتقى. انا جد سعيد انني اليوم كنت من الحضور ومن المكرمين، وشرف لي انني نتكرم من هذه الجمعيه. هذه الجمعيه هذه تحيه لجمعيه ايزوران مرموشة للثقافه والتنميه والبيئه، وكنشكرهم بزاف بزاف، وحنا بلا بهم والو. الصراحه ما عمرني سبق لي انني تكرمت في شي بلاصه، وكانت هذه هي اول تجربه ديالي ديال التكريم، يعني اول خطره غيعيطوا لي لشي تكريم، وكان لي الشرف بزاف وفرحت الصراحه، وان شاء الله ما تكونش هذه هي الاخرى.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.